ما بيحبني. انت جناتي؟ شو هالرسالة هي؟ تعرف ريشي؟ انت عندك وش بريء كتير، وما في أحلى من هالوش المعصب، وكمان لما بتصرخ بتطلع أحلى بكتير، ونبرة صوتك بتخليني جن، بحس حالي بعالم تاني. أساساً أنت وحدة مريضة، وجنانك هذا يلي عم تعمليه عم ينسى عليه كل حياتي يا بريانكا، وليش بتبعتي لي رسالة إنك عم تموتي؟ مشان هيك جيت أنت لهون؟ جيت بس كرمال تشوفني إذا متت يعني؟ إذا جيت مشان هيك خلص لكن رح موت. بريانكا، 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 اتركني بريانكا، تركيا. بدك اسمح لك تموتي؟ على فكرة انت خربتي لي كل حياتي، ليش عم تعملي هيك؟ شو ما استوعبتي لسه عن يلي صار فينا؟ ولا نسيتي كل شي عملتيه؟ والخناقة بين خالتي وعمك؟ انت وحدة مجنونة ولازم تروحي تتعالجي بأسرع وقت، لأنك رح تشكلي خطر على الجميع. الحب بيخلي الناس تكون بأحسن حال، بس انت خلص صرتي مريضة وخربتي حياة الكل كمان. إذا بخبر الكل الحقيقة وبعترف شو عملت، بعد عمي وخالتك رح يتصالحوا، وأنا أكيد واثقة إنهم ما عاد يتخانقوا. تماماً، فيك تصلحي كل شي لما تحكي الحقيقة، فيك تخلصي كل الناس من مشاكلها. بس هلأ إذا بحكي الحقيقة للكل رح يقولوا عني بنت سيئة كتير، وبيقولوا إني شريرة. لا، ما حدا رح يقول هيك، الكل رح يقول إنه عندك شجاعة حقيقية. بريانكا، إذا أنت بدك هلأ تصلحي الأمور، تأكدي إني رح ساعدك، ما تفكري شو رح يحكوا العالم أبداً. اللي بدي إياه بس تفكري بعمك، على القليلة أنت بس فكري بخالتي وفينا. نحنا ما إجينا لهم من شان كل هالشي، ليكي كيف أهالين عم يتخانقوا بسببنا. لو سمحتي وقفي هالمشاكل. بشرط واحد بس. وشو هالشرط؟ تضرب شاهانة. شو؟ بدي منك تأذيها لشاهانة، بدي إياك تضربها. هيك أحلى، طلعت حلو. شف لي بيتو كيف طالع، حلو؟ تشبه واحد من المغنين اللي بالمدينة. بضل بإيدك شبه عبالي اضربك شي كف. ألو ألو، كيفك يا صديقي؟ هلأ شيلك عني واسمعني منيح، أبوك طلع بيعرف وين هو عنوانك بالضبط. أنت شو اللي عم تقوله؟ عم قلك الحقيقة، هو جاي ياخدك. ماشي، شكراً لأنك خبرتني، رح سكر هلأ. ايه مثل ما بدك. شوفي أبي جاي لهون. جاي لهون؟ ايه هيك خبرني، وإذا هو بيجي لهون رح يرجعني عهوش ياربور وماني عرفان شو لازم أتصرف لأنقذ حالي.